ايه بدي اقول لكم كل اللي مقدمين الرعايه عندهم ناس يعني يا اهلهم يا بيهم يا عم بيطلعوا عليهم، في كتير مساعدات بيساعدوكم بيقولوا لها كيرا جايت واي. انا ماري صابي، انا كيرا لابني، ابني الكبير صار لي زمان عم بتطلع عليه شي 32 سنه تقريبا، وفي كتير اب اند داون، عذابات كتير خلفته، بس بعدين قالوا في مساعدات كتيرة، ومشي 3 سنين تعرفت على كيرا جايت واي. كمجتمع عربي بتحسي هيك بعار، يعني تقولي ليش أنا الله بعت لي صبي مريض، ليش أنا أتعذب، وبتقولي بتسألي حولك كتير كتير وما بيطلع بيدك شي. تعرفت عليهم through my friend and she come with me, we went. We stay in the meeting and was I was so happy, excited, you know. ساعدونا بكل شيء، ساعدونا بالماين، بيساعدوك بيحكوا معك لازم تطلع على حولك، ما حدا يستحي بهالشيء. كثير في اصحابي هيك بيقولوا عندهم صبي مريض وهيك، ايش بدنا نعمل؟ هذا ربنا بعثنا اياه. I will give advice to everyone with they have son or daughter or husband with the mental illness to contact Kara Gateway because they help them. You know, they should get some help. It's not easy being a carer.